يعني للمرة الثانية بتصير معي بصحصح إنه كلمة صباح الخير منحسها تقيلة، لأنه منحس إنه محاطين بالظلم، محاطين بالحزن، محاطين بالألم، فمن وين بده يجي الخير؟ ولكن إحنا دائما عنا إيمان بإنه القيد مستحيل أن يدوم والظلم مستحيل أن يدوم، وإن شاء الله يا رب تكون بداية أسبوع فيها شجاعة منا كأردنيين، وأصواتنا تكون عالية مع إخواننا الفلسطينيين. وإحنا بنعرف إنه العيد للأسف ندوشتي هاي السنة ما كان عيد فيه فرحة، كان عيد فيه غصة للأسف. يعني للأسف الشديد الأيام القليلة الماضية كانت كابوس، كانت مظلمة، كانت سوداء، ولكن الجانب المشرق فيها بأن إخواننا الفلسطينيين بيعلمونا كل يوم بأن الأماني ممكنة، وبأن العدو يقهر، وبأن النصر بإذن الله قريب. أهلنا في فلسطين تصبحون على وطن. لا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للحق أن ينتصر. الله دائما صادق في وعوده للمظلومين حتى وإن طال هذا الظلم. وإحنا اليوم عم نشوف أسود في الميدان. الفلسطينيين أحيوا فينا معاني الرجولة. إحنا عشنا فترة صرنا سنوات كل واحد بلشان بمشاكله وبهمومه، ما مننسى القضية الفلسطينية، ولكن وجعها أحيانا بيطغى عليه وجع مشاكلنا الخاصة وتفاصيل حياتنا السخيفة اللي بتزعجنا. الأيام الماضية راحت كل الفروقات وكلنا حطينا مشاكلنا على جنب، وصارت عن جد القضية الفلسطينية هي الهدف الأسمى، وكل إنسان فينا عم بيحاول بقدر المستطاع إنه يوصل صورة أو صوت أو رسالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم المساعدات والمعونات لإخواننا بفلسطين. فالكل اليوم توحد، هم دائما قادرين على توحيدنا، عشان هيك إحنا بنشكركم. وعن جد أبشع شعور هو العجز، لما تحسي حالك هيك عاجزة، مش قادرة تساعديهم، مش قادرة تعملي اللي لازم ينعمل. ولكن المقاومة لها أشكال، والجهاد له أشكال عدة، قد يكون آخرها السلاح. إحنا كأردنيين دائما وأبدا موقفنا ثابت وواضح تجاه قضيتنا، نحن نعتبرها قضيتنا، وهي قضية إنسانية، هي قضية إحنا تربينا عليها، وهي في دمائنا، وليس من الضرورة أن تكون فلسطيني حتى تحب فلسطين، لأن حبنا لهذه البلد يشبه حبنا لأمهاتنا، هو حب فطري. قبل فترة مع الوضع الوبائي الصعب كنا نصحى على عناوين مخيفة عن أعداد الإصابات وأعداد الوفيات. الآن أول ما صحيت اليوم الصبح قرأت خبر مجزرة ثانية، 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة في غزة. يا جماعة، فلسطين ليست بلد، فلسطين هي عقيدة، والقدس قلب العقيدة، وغزة شريان هذه العقيدة، والمقاومة جزء كبير وأساسي فيها. إن شاء الله وبإذن الله سيكون السلام قريبا، حتى لو كانت هذه أمنية فهي أمنية نستطيع أن نرى ملامحها. في تصريح قرأته ندوش حبيته كتير، إعلام المحتل يعترف بأنه ما يحدث الآن هو أعنف من انتفاضة عام 2000، والسبب مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كل العرب متضامنين وحتى الأجانب مع موضوع القضية الفلسطينية، لأنه صاروا يعرفوا. قبل مواقع التواصل الاجتماعي كل مواطن كان محكوم بإعلامه الرسمي شو بيقدم له، فبالتالي بيبني وجهة نظره بناء على نشرات الأخبار اللي بتوصل لباب بيته من خلال شاشة التلفزيون. اليوم العالم كله عم بيقدر يتطلع شو عم بيصير في غزة، شو عم بيصير في حي الشيخ جراح، شو عم بيصير في مختلف المناطق الفلسطينية، الفيديوهات المعبرة، الصور اللي عم بيتم تناقلها، هذا كله أحدث فرق. عشان هيك صرنا عم نشوف حتى مواطنين بأمريكا ومواطنين في دولة الاحتلال بيقولك إحنا مع الفلسطينية، لا حرية لنا ولا عيش كريم لنا بدون ما ياخدوا حقوقهم ويعيشوا حياة كريمة. فما تستخفوا بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، لأول مرة بيكون في لها أثر إيجابي. الله عليك، وهنا تكمن قوة الهاشتاج، وهنا تكمن قوة
عدد كبير جدا من المؤثرين والمؤثرات عم بيطلعوا لايف مع أشخاص موجودين داخل القدس، داخل غزة، داخل كل المدن الفلسطينية، في طريقة جدا رائعة للقضاء على أي معلومة خاطئة قد تصلنا من إعلام مفبرك أو من إعلام موجه. إحنا اليوم عايشين هذه القضية، عايشين في قلب هذه القضية، ما حدا بيقدر يضحك علينا. فلسطين تسري في عروقنا وفي دمائنا، وإحنا هاي البلد بنحس فيها، مش بالضرورة نسمع عنها. أنا بدي أحكي للقدس، لن ننساك يا قدس، ستجمعنا صلاة الفجر في صدرك، وقرآن تبسم في سنة ثغرك، ستجمعنا دماء قد سكبناها، وأحلام حلمناها، وأمجاد كتبناها، وأيام أضعناها، لن ننساك يا قدس. وقفات تضامنية من مختلف أنحاء العالم، مش بس العالم العربي وإنما العالم بشكل عام. شفنا وقفات تضامنية في مانشستر ببريطانيا، في الجزائر، في اليابان، في فرنسا، في ويلز، في المملكة المتحدة، وأيضا طبعا الأردن إحنا ما بنحكي عنه لأنه هذا واجبنا، هاي لا تسمى وقفة تضامنية، إحنا شعب واحد. وشفت تعليق كتب بشكل كبير بأنه كل الفروقات تلاشت، بطلنا نسمع أردني فلسطيني مسيحي مسلم، كل هاي الفروقات لأنها هي مش الأصل. إحنا الأصل إنه شعب واحد، والأصل إنه إحنا كلنا منحب بعض وعايشين مع بعض بطريقة محترمة وبطريقة راقية جدا. اللي بيزرعوا الفتنة اليوم بطل إلهم مجال وبطل إلهم دور، لأنه اللي عم بيصير على الأرض هذا هو الأصل وهي هي الحقيقة. الله عليك، الفتنة لا وجود لها. وأنا بحضر الأحداث، كان يستحضرني قول غسان كنفاني لما بقول لك: يا رهف يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرى ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يا لا وقاحتهم. الشعب الفلسطيني علمونا بأن الأجساد قد تسقط ولكن الفكرة والقضية تبقى، علمونا أن لا نموت قبل أن نكون ندا. وقفات تضامنية من العالم أسره مع القضية والشعب. عم نشوف فيديوهات لجيل فريد من نوعه، لجيل من العظماء لن تعرف الإنسانية مثله مهما بقي الدهر. الأطفال عم بيغزلوا حكاية وروايا وجهاد ونضال، أطفال ما في بعيونهم خوف، ولكن الحزن بيضل حاضر، الحزن على كل تفاصيل الحياة. في فيديو رهف بدها تحكي لنا عنه لطفل من غزة. طفل من غزة، قد ما منقول بأنه هالأطفال رجال، وقد ما منقول هالأطفال شجعان، وقد ما هالأطفال عم بيبدوا يواجهوا مشاكل إحنا الواحد بيصير عمره 50 سنة بيعرفش يواجهها طبعاً ويحلها. طفل عم بلملم أغراضه وهو عارف بأنه هو المفروض ما يبكي والمفروض يكون قوي، بس دموعه وقهرته على أغراضه لأنه هو بيضله طفل. قد ما تحاول تفهمه وقد ما تحاول تقول له، وحتى اللي عم بيصوره بقول له إن شاء الله بيتعوضوا، فهو عم بيتطلع بنظرة يا حبيبي قتلني وجع لي قلبي. بدنا نفرجيكم هذا الفيديو للي لسه ما شافه، لأنه بيحكي ألف قصة وألف حكاية. في حزن وسعيد، من وين نطلع؟ يعني هدول ضلهم هيك مناح؟ بدو كنت جوا الدار؟ وين كنت انت؟ مين هان القصف؟ طب ليش بتعيط؟ مش مشكلة بتعوض بعين الله. يعني هاي دموع حقيقية يا جماعة. صح 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 صح